ننتقل للزميلة ماري إذن حول الأسواق الخليجية، ونتحدث معها بالأمس. يعني أنا بدي أستكمل الحديث معك أين توقفنا بالأمس. كنا نتحدث ماري أنه إحنا في موسم عطلات، عادة أحجام التداول تكون ضعيفة، وبالتالي هذا ما يفسر الهدوء النسبي في الأسواق. الآن عم نقرأ تقارير يعني هي ليست بجديدة، ولكنها بدأت تظهر يعني بجديد بشكل كبير حاليا، وهو فيما يتعلق بالطروحات وعودة الطروحات إلى السوق. التقارير هذه تتحدث وتتوقع أنه نشهد زخم كبير في الربع الرابع من هذا العام أو بداية الربع الأول من العام المقبل، وتحديدا سنرى هذه يعني الإشارات تبدأ بعد عطلة الصيف. إلى أي مدى هذا راح يكون محفز هام للأسواق الخليجية بعد موسم النتائج؟ صباح سؤالي طويل، الخير محمد، آسف. ويعطيك ألف عافية. لا ولا يهمك، بس فعلا نحن من وقت ما تم الاعلان عن الادراجات الاوليه وتحديدا بسوق دبي المالي باخر 2021 كنا مترقبين انه يكون في هذا العام ادراجات اوليه وزخم بالادراجات الاوليه، ولكن بعد ما شهدنا هذا الشيء بالنصف الاول من العام، فالتوقعات لحتى انه يكون في عندنا ادراجات اوليه زياده بالنصف الثاني وحتى بدايه 2024 شغله جدا ايجابيه حتكون للاسواق، لانه اذا بنطلع حتى نحن على الاسواق الماليه هنلاقي أداء بالنصف الأول كان جيد جدا، وحتى الشركات اللي تابعة للأسواق مثلا شركة سوق دبي المالي وبورصة الكويت سجلوا ارتفاع بالأرباح تبعهم رغم أنه ما كان في عنا إدراجات أولية. يعني نحن دائما نربط أنه إدراجات أولية بتزيد من إيرادات هذه الشركات فبالتالي بتزيد الأرباح. هذا العام كانت الصورة مغايرة، اللي كان عم بيساهم بزيادة الأرباح تبع هذه الشركات هي زيادة أحجام التداول، زيادة أحجام التداول يعني طبيعة الحال زيادة كوميشنز بالنسبة لهذه الشركات اللي هو بيزيد العوائد. هلا مع إضافة لأحجام التداول إذا صار في عنا إدراجات أولية بالأحجام اللي هي عم ينحكى فيها، يعني طبيعة الحال حيكون في استقطاب لسيولة جديدة بقلب الأسواق. نحن مؤخرا كنا عم نشوف هدوء نسبي بأحجام التداول بالأسواق الخليجية، ولكن المستثمر الأجنبي كان له دور جدا كبير، كان غايب بفترة من الفترات. هلا عم نرجع نشوف زخم من قبل المستثمر الاجنبي وهو يلي عم بيساعد بدعم المؤشرات صعودا. يعني بنطلع اليوم نحن عندنا مؤشر سوق قطر عم بيرجع يتخطى مستوى ال 11000 من بعد ما كنا شفنا هذا المستوى اخر مره بشهر واحد من 2023. عم نرجع نشوف ايجابيه على قطاع البنوك تحديدا بالسوق القطري، يمكن اليوم في نوع من جني الارباح على بعض البنوك، ولكن بشكل عام عم نرجع نشوف زخم قوي من قبل المستثمرين وخاصة الأجانب مثل ما ذكرت. هلا بالأسواق الإماراتية الإدراجات الأولية كانت عم تلعب دور جدا كبير، بس ما شفنا هذا التأثير الإيجابي خاصة على السوق بأبو ظبي. يعني رغم الإدراجات الأولية اللي صارت أغلبها صارت بأبو ظبي، عم نشوف الأداء إنه ما عم بيكون بنفس الوتيرة تبع المؤشرات الأخرى. هلا بشهر 7 سجل ارتفاعات المؤشر بسوق أبو ظبي، ولكن عم نضل نشوف تقلبات وتذبذبات. اليوم في عنا نتائج جدا إيجابية كان من شركة الدار، سهم شركة الدار على ارتفاع، لكن في ضغوط من أسهم أخرى ويمكن أبرزها يعني اليوم عم بيكون ألفا ظبي يلي بده يعلن عن النتائج تبعه اليوم مفروض بعد إغلاق السوق. عم نلاقي تراجعات، يعني عم بيكون في تباين بأداء السوق، ما عم بيكون في اتجاه موحد بالنسبة للسوق. سوق دبي المالي كل القطاعات على ارتفاع اليوم، والأبرز هو القطاع العقاري أعمار بارتفاعات خطت 1.3% على أثر نتائج الدار وعلى أثر التقارير يلي عم تصدر من ناحية الترانزاكشنز اللي صارت على القطاع العقاري بالفترة الماضية وكيف حيكون تأثيراتها. يعني المستثمر بشكل عام عنده اتجاه إيجابي، أسعار النفط عم تدعم، نتائج الشركات عم بتكون إيجابية وعم تدعم للنصف الثاني. يعني إن شاء الله نضلنا مستمرين على هذه الوتيرة، بنكون عم نسجل سنة قياسية. شكرا مريم. شكرا لك ماري.